اليوم دخلنا في الامور الحقيقيه. اهلا وسهلا فيكم في نص مطبخ توب شيف. تتكلم فرنسي؟ شلون اشرح الصحن؟ قطعوا الستار وتمشي كلها هيك. الثقه هذه بعض الاحيان ممكن تطيح. ما كنت موفق فيه للصحن ابدا. مشكلتك نط على السطر. توب شيف مش اي شيف. الليله 9:30 بتوقيت السعوديه على NBC1.